ازيك يا رحاب؟ اهلا يا زين، اتفضل اقعد. يا رب يكون خير. كل الخير. انت حابس سهيلة في البيت ليه؟ حابس سهيلة عشان ما تربتش. وهي عملت ايه؟ لا ابدا، خلت سيرتنا على كل لسان. بس وصابر له دخل في الموضوع؟ صابر له دخل في الموضوع. وهو اللي بينه وبين سهيلة؟ وخلاص بقى يا رحاب، خلاص دختي. ماشي يا زين، بس تبقى خليها تخرج صاحبها احسن ما انت عامل فيها ابوها كل شويه كده. السن ده خطر. انت بتعمل كده من دلوقتي، امال بعد كده هتعمل ايه؟ حاضر يا رهاب، حاضر، عشان خاطرك انت بس. يبقى كلم الشيخ سلام، احنا مش هنستنى لحد بعد 40 ابويا. بس لا هنفرح ولا نحتفل، ومجرد كلام وبس. عينيا، انا بقول كده برضه، ده انا اكلمه حالا. لا ما تكلموش من هنا، مش هتعرف تسمع من الدوش. روحوا كلموا من المكتب. وماله؟ اكلمه من المكتب. زعلتني؟ سلامتك يا زين. بعد اذنك.